الحقيقة والوهم ضايع على فكرة، متمني حقق هالحلم راكد على بكرة، مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشي، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه بتمن، حتى الضمير عم ينشر وينباع. صار عادي لو تجرح قلب او لو حبيبك ضاع، كل الوجوه تضحك الك وترسم البسمه. مين اللي واساك بصدق؟ مين اللي وشه قناع؟ لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا احباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كانه سراب. بين الحقيقة والوهم. شو اللي صاير؟ سيدي تخرس، بتحكي بس اسألك. حاضر سيدي. تمام، شو اللي صاير؟ سيدي هاي السكين كانت مع فارس. كتير حلو. هذا السكين لك؟ نعم سيدي إلي. وشو في بينك وبينه؟ صراحة سيدي من وقت ما غير إفادته ولا شاكك فيه. يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك. ايه كفي. بعرف سيدي انه هاي الشغلة مو شغلتي، بس هلأ راح تعرف كمان انه سامي بيك عضو مجلس الشعب خلاه يغير إفادته وانا خليته يعترف. سألو سيدي. كذاب سيدي كذاب، هالكلام كله مو صحيح سيدي مو صحيح. خلاص كذاب سيدي، بإمارة خليل زلمته لسامي كان عنده قبل ساعتين من هلا. كذاب سيدي كذاب، لا تصدقوا هالحكي كله ما له أساس. ليش بده يفتري عليك؟ سيدي لأنه بده دينه مصاري. أنا بدي أدين منك مصاري يا حيوان. بس تزار هدى فارس، أنت نسيان؟ أنت وين؟ سيدي ماني نسيان، بس الله وكيلك يعني من شوي قال لي إنه سامي. سدونا بوزك، لا تخلي خلاقي تطلع عليك. حاضر سيدي راح سد بوزي. اجل عندك خليل؟ الله وكيلك كذب بكذب سيدي،
أنا الأستاذ خليل والأستاذ إياد اشتغلت معهم بس بالانتخابات سيدي، والجماعة كرموني كتير وعلى دوز بارة، بس هذا فارس سيدي واحد أزعر أزعر ومشراني مشراني كتير سيدي، كان رح يذبحني لأنه ما دوزنت له شغل معي بالانتخابات. سيدي ما بدي شغله، ما بدي شغله، شو إجباري؟ ما بدي شغله. وأنت يعني بتسنده لبوزك؟ خذ فارس وحطه بالنظارة، حوله للنيابة العامة بكرة. يلا. حاضر سيدي. شغل. يا حيوان يا ندل. والله أنا سادق سيدي، أنا سادق سيدي، أنا سادق سيدي. شفت بعينك سيدي؟ والله شيء حلو، شيء حلو بيرفع الرأس. احكي لك كلمة انت. تفضل. حاضر سيدي. عود. حر الكلام وقلع. نستدعي بكرة خليل وسامي. لشو؟ ذكروا بأقوال الاثنين. وإذا ذكروا ما في أدلة تثبت كلام فارس بالأساس؟ في أدلة؟ لا. صباح الخير. ذبحتني هالشكل من عندك. الله وصلنا سيدي لو ماني فهمتك. صباح الخير. كان ذبحني من الوليد للوليد. بس أنا فهمتك شوي. حاولت سيدي حاولت، وهو يشد رأسي يشد رأسي حيموتني سيدي. صار شو ما قال لي شو ما قال لي قال له ايه سيدي حط حالك محلي انت، واحد حاطط سكين برقبتك وبده يذبحك سيدي، وشو ما قال لك بدك تقول له ايه؟ بعدين جينا لهون سيدي، وانتو يعني الله يخلينا اياكم. خلص خلص خلص، انتو اللي بتبينوا الحق سيدي. خلاص خلاص بقى، اعطيني موبايلك. ايه ليش لا تسيبي؟ بس انا والبيت سيدي، في هذا بينسى موبايله بالبيت سيدي. قلت لك كنت بغسل وشي ونزل علي فارس يعني رح يذبحني، وانا سيدي يعني كان الموبايل جوا يعني بالغرفه سيدي. طيب اعطيني رقمك. رقمي؟ ايه ايه بعطيك رقمي سيدي، بعطيك. سجل عندك سيدي. يلا. 0932 سيدي 0932 وبعدين سيتو سيدي سيتو سيدي روق شوي سيدي. انا ضاع موبايلي اول امبارح فجبت سيم جديد، يعني قاري الرقم مره واحده. خلاص خلاص سيدي وكان. خلاص خلاص. ايمت نزلت على الضيعه؟ الصبح. سامي بيك انا لازمني مصاري. انت ما بتشبع من مصاري؟ بروح ورجع وبتاخذ مصاري. سامي بيك عم اقول لك لازمني مصاري. شو بدك يا بهيم؟ شو؟ جنائية؟ طيب خلاص روح هلا بجي لعندك. شو في؟ جميل عفتطه جنائية. ليش؟ شو بيعرفني هلا رايح لعنده وعارف ورجع بلك. لا لا ترجع هلا بدي نام، بكرة عندي مجلس الصبح. ورجع لعندي بعد الوحدة عندي مؤتمر صحفي. مؤتمر صحفي؟ ايه منشان تأخير تنفيذ حكم الإعدام. هاي كمان اليوم رح نروح بدون مصاري. السلام.
استاذ خليل. برافو عليك، عجبتني. كل شيء لسيرة المعلم هون. اعوذ بالله، انا رقبتي في دار المعلم، بس يعني عندي عشان قصة بيتك انا زبطت لك البلدية. الله يخليني اياك يعني. الله لا يحرم منك يا استاذ خليل، ومكافأة لك لحوصلك معي. الله يحرم اياك. كان في واحد بينسى تليفونه؟ لا، ونسيان رقم تليفونه. لك واطي، قلت لك كذاب واطي. كذاب؟ صباح الخير. أهلين أبو هيثم، صباح النور. وينه فارس؟ والله ما بين اليوم، ما بعرف وينه. بدنا نصلح التلفزيون. حاضر، ولا بتكرم عينك. شرف شرف أبو هيثم، حطه قدام المحل وبس يجي أنا مخبره. لك فعلاً هذا ما بين اليوم. ألو، أهلين فارس. لك وينك يا ابن الحلال؟ شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب طيب، يلا يلا هلأ بروح لعنده. اتوكل على الله، الله معك الله معك. طلع معه بالسيارة. نعم سيدي. أحمد، شو تقييمك؟ سيدي أنا بأكد على وجود علاقة بين جميل وسامي، والوسيط هو خليل، بس ما في أي شيء بيثبت تورط الثلاثة بأي شيء بيخص المتهم جواد. علاقات طبيعية يعني، بس اللي صار مبارح هو غلطة وكارثة بالنسبة لفارس. بالضبط سيدي، أنا بطلب مراقبة خط جميل. السبب غسان؟ شخص مريب، تصرفاته مريبة، ومخبي أشياء كتير ممكن تنقذ جواد من حبل المشنقة، أو على الأقل نعيد محاكمته. كلام وارد، أنا موافق. رح نوضع خطه تحت المراقبة، وكمان رح نطلب كشف بالمكالمات الصادرة والواردة، من راقبه 24 على 24. حاضر سيدي، يعطيك العافية. أعطيني السيد النائب العام يا ابني. نادية والله حرام اللي عم تعملي بحالك، حرام. لك حرام اللي صار معايا، وإيه اللي حرام. فكرك أنا لساتني عايشة، ولك روحي أنا هي اللي تحت التراب. والله أمر الله يا حبيبي. بعرف إنه أمر الله، والله بعرف. طيب طيب الله، طيب الله ما قادر يرجع لي بنتي. طيب ياخذني لعنده ويريحني. والله انا حرام هيك، والله حرام. والله يا يا شبك جهاد. ما في شيء أخي، ما في شيء. لك أخي كيف ما في شيء وأنت مبين عليك؟ ما بعرف يا زيد، اشتقت لحارتي ولشغلي، اشتقت للبلد. لا تخجل أخي، ولعلماء. إيه ولعلا. أنا السبب؟ لا زيد، انت ما دخلك. بلا اخي بلا، دخلني. الله لا يحرمني منك زيدو. بدك تعرف شغلي، انت اغلى من اغلى شيء بحياتي.
بعرف جهاد، بس القصة انه انت بس 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 قوم روح لعند تالي هلا بتكون قاعدة لحالها، وانا بعرف شو يعني الواحد يقعد مع حبيبته لو دقيقة زيادة. قوم بشرفي يا جهاد، بس اتجوز ويجيني. بس بعرف، بس تتجوز ويجيك صبي رح تسميه جهاد على اسمي. بعرف يا اخي، قوم روح، قوم روح لعند حبيبتك. لك الله يخلي لي اياك. تفضل جهاد. هاني زيد اخوكم كريم طوني حداد، كان مهاجر على المانيا ورجع، اقبلوه بيناتكم واستفيدوا من تجربته، جاي تازه من المانيا، اسالوه شو ما بدكم. اهلا وسهلا فيك كريم. كريم الحمد لله على السلامه. تفضل شرف شرف. الله يسلمك. تفضل تفضل. المانيا قاتلك. شو بتعرف شو عملت انت؟ انت جبت لحالك 5 سنين سجن على القليلة. 5 سنين؟ لا ما انا ليش عملت بحالي هيك؟ كيف بدي اطلع واوصل له؟ كيف بدي اخذ بتاري؟ كيف؟ السلام عليكم. أهلين أمي أبو محروس. أخي جميل، أنا جاي لعندك بكلمتين بخصوص أخونا فارس. أمي أبو محروس. جميل، خلص شغل وتعال عندي على البيت نشرب قهوة ونحكي. أبو محروس. جميل، خلص خلص شغلك وتعال عندي. ماشي أمرك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. أنا ما قدرت أتحمل الزل اللي عشته، وحلمك اللي شايله معك بدك تنساه. طيب طيب، بس فيك تخبرنا شو صار معك بالضبط؟ شو صار؟ صار كتير. بعد رحلة موت غرق معنا كم واحد بالبحر، بعدين أنا انضميت لمجموعة شباب ومشينا بهالغابات، بتطلع جبال وبتنزل جبال هيك لتوصل لمقدونيا. بمقدونيا بيطلع لك الأمن، قنابل مسيلة للدموع وتفريق أعلى، تكمل هيك وتوصل لهنغاريا. بهنغاريا السجن 3 أيام بصمة تطلع، بعدين بتمشي مسافة طويلة هيك لحتى تلاقي المهرب. المهرب بياخدك بيوصلك على ألمانيا، بيحطك بملعب كرة سلة، شغلت شي 2 شهر بتضل، كل أسبوع بتاخد 32 يورو. بعدين ناس بتروح على كامبات وناس بتروح على بيوت، أنت وحظك، بدك تستنى دورك لتعمل مقابلة، وممكن يضيع وراءك وما فينك تشتغل شي لحتى تخلص دراسة اللغة. ما فينك تشتغل أي شي؟ هلا فينك تشتغل إذا دبرت حالك بالأسود، بس أكثر من 4 ساعات ما فينك تشتغل، لأنه صاحب الشغل إذا انكشف بيدفع مخالفة تقريبا شي 13,000 يورو، وانت بتدفع لك شي 4,000 يورو، وبتسجل عليك نقطة، يعني نقطة سودة. طيب أخي كريم، ومشان لم الشمل شو؟ لم الشمل ممنوع للأب والأم، بس مسموح للمرة والأولاد. أخي كريم، طيب يعني كيف تعمل معكم الشعب الألماني؟ بعض الأماكن بتطلع مظاهرات وما بدون غريب. يا شباب، أوروبا وهم، بتكون حاطت ببالك شي بتوصل لهونيك بيطلع شي تاني، وما فينك تشتغل شي. لا ما هالحكي، وريح ان احنا يا زلمة. انت شو عم تحكي يا زلمة كريم؟ انا بعرف ناس انها ضلت هنيك وعم تشتغل وما احلاها. في ناس تحملت ودرست كرمال ما بتقدر ترجع على البلد، عندها جيش عندها احتياط، وفي ناس ما قدرت تتحمل رجعت مثلي. وبالنهاية المانيا بلد عجوز، بدها عقولنا بدها شبابنا لتتعكز عليهم. اخي كريم، يعني معلش عفوا عدم مؤاخذة على السؤال، دريت منك انه الوالد اسمه طوني، فانت مسيحي، مفروض انه انتو المسيحيين لكم تسهيلات كتير كبيرة باوروبا وبكل الدول. لا حبيبي، هي كذبة وكذبة كتير كبيرة. انت بس توصل على المانيا، شو ما كان دينك شو ما كان ترتيبك بتضل رقم 2، انا ببلدي رقم 1، ونحن هون القصة.
يا سيدي. والنعم مظبوط، انتوا الاصل يا سيدي. الله يرحم ابو الامثال، فعلا اللي بيطلع من داره بيقل مقداره. جميل، نحن اولاد حاره وحده، عشنا سوا، اكلنا سوا وشربنا سوا يا سيدي. واللي عمله فارس كان طيش. طيش؟ طيش شو يا عمي ابو محروس؟ اهلين طيش، كان رح يذبحني وبتقلي طيش؟ لو كان بده فارس يذبحك كان ذبحك، بس هو ما بده. فارس كان مفكر انك مخبي شيء، بيخلص جواد من حبل المشنقة. الله يجازي كل واحد له ايد بحبس الجواد. جميل، بدي اطلب منك طلب واحد ما في غيره، وهي اول واخر مرة. بحق المحبة والجيري تنازل عن حقك مشان ما يخرب بيت فارس. لا تحكي شيء، لا تحكي شيء، روح على البيت هلأ، هدي وارتاح وفكر باللي قلت لك عليه، ولا تنسى إن أهل وجيران واللي عمله فارس ما بينلام عليه. خلص ولا يهمك، بعت لي الطلب، تكرم عيونك. أهلين أهلين، الله معك، مع السلامة. غسان مسيك، هذا كشف الاتصالات الصادرة والواردة خلال شهر، وآخر اتصال امبارح كان مع سامي. دققوا. شكرا سيدي. أهلين، توصيني شيء ثاني سيدي؟ يعطيك العافية. شكرا. مرحبا يا ابني. مرحبا، كيفك؟ منيحة أنت؟ مساء الخير. مساء النور. حبيت مسي عليك. شكرا. ليكي حلمت فيك حلم. خير إن شاء الله. حلمت أنه عندي أولاد كتير، بس ما عرفت سمي ولا واحد منهم. بعدين ما شفت ولا واحد منهم. حزري ليش؟ لأنه ما شفت أمه. برافو، صاير مؤلف شاطر، ولن يكون عشقان بعيد الشر. بحبك، تصبح على خير. باي 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 باي. شو رأيك تمرقي بكرة نشرب فنجان قهوة بشي كافتريا؟ ما بدي. اصطفلي. عليم كيفك أستاذ؟ فعلا هلا أنا شفت السجل، إذا بتحب تراجعنا بكرة الساعة 4. أوكي هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أستاذ. أستاذة زينب موجودة؟ أي موجودة، تفضل. أهلا وسهلا. فوتي ريتا فوتي. أهلين سيد جميل. أهلين أستاذي. مانك فاطمة؟ لا أبدا، تفضل. جاي اصوت حقي عن فارس. كيف قهوتك؟ سادة إذا سمحتي. عبير، اثنين سادة إذا بتريدي لعندي على المكتب.
شو رأيك تمرقي بكرة نشرب فنجان قهوة شي كافتريا؟ أهلين جميل، أهلين وسهلين. أنا رحت اليوم وصفت حقي عن فارس، منيح هيك؟ الله يجزيك الخير. لكان عهد، خلينا نشرب قهوة. لا عمي لا، راسي هيك فوت الدوائر الدولة مثل فوت الحمام المقطوعة ميته. تعبان وبدي روح نام، بدك شي؟ الله يسلمك يا جميل، الله يسلمك. السلام عليكم. الله معك يا جميل، الله معك. الحمد لله الحمد لله. مرحبا عمي ابو محروس. اهلين يا ابني، اهلين وسهلين. كيفك؟ كيف صحتك؟ طمني عنك. الحمد لله، اهلين وسهلين يا ابني، تفضل تفضل. الحمد لله. عمي ابو محروس حابب اسالك سؤال صغير. ايه مازن كانه مو مبين ما؟ ايه مو مبين صح. طيب يا ترى بتعرف شي عنه؟ لا والله يا ابني يا غسان ما بعرف شي عنه. الله يصلحك يا فارس على هالعملي، الله يصلحك. ايه بس صارت هيني يا ابني، جميل تنازل عن حقه. شو هالحكي؟ لكان بنضل جيران واهل حارة وحدي. ايه طبعا طبعا بعرف. يلا عن اذنك عمي ابو محروس. تفضل يا ابني. عن اذنك. تفضل تفضل. الله معك الله معك. ريتا اذا بتحترمي حالك لازم تنسيه من اليوم، فهمتي؟ أو بتروحي على دكتور نفساني. أنا شو عملت؟ قليلي بس شو عملت؟ لأنك ما عملتي شي ريتا. هذا الزلمة منحرف، يعني أنا بحسه لبيان مريض نفسيا. لكان في واحد بمركزه بيطلع مع رقاصة. أنا مو هي مشكلتي. لك ما بيهمني مع مين عم يطلع وشو مواصفات الأشخاص اللي عم يطلع معهم. زين بيان عم يخونني، بتعرف شو يعني عم يخونني؟ وانا عم بقول لحالي ليش طول الليل خطه مسكر الافندي، مشغول مع رقاصة. تخيلي انت الاستاذ. بداية انا هون لعبر عن محبتي وتقديري لقضائنا العادل اللي اصدر حكمه بحق قاتل زوجتي والناطور المسكين ومدير أعمالي أيهم والممرضة لمبيا. ولكن أنا أطلب من القضاء تنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن، لأنه هذا المجرم ما لازم يعيش ثانية واحدة على وش هاي الأرض. بعد إجرائي البشعة اللي ارتكبها محمود، وأنا هون وجه تحيتي وتقديري مرة ثانية لقضائنا العالي القضاء السوري اللي ثقتي فيه مثل ما بيقولوا ثقة عمياء، لأنه هو فعلا موضع. خلال أقل من شهر حيتصدق الحكم.
نعم. ليش مو لازم 6 أشهر؟ لما ما بتكون قضية رأي عام. بس هي مجموعة جرائم ومحكمة النقض رح تسرع من الإجراءات بشكل قانوني؟ طبعا. أصلا محكمة النقض لدراسة القضية قانونيا، يعني المحكمة ما بتستدعي الأطراف، بتجتمع وبتدرس وبتقرر. سامي ذكي كتير يا غسان، مشان يسكر ملف القضية. طبعا، بس فشرت عينه. اسمع، أنا بدي أشكرك على مساهماتك بإلقاء القبض على عصفور، بس هلا عنا قضية أساسية ومهمة كتير لازم نلاقي لها حل. الموضوع بيتلخص بأنه السيد سامي بذكائه وبفكره الشيطاني قدر يلف حبل المشنع حوالين إنسان بريء، وهذا الرجل بده يموت. وانت مثل ما بتعرف نحن شغلنا بالقانون، هاي القضية أخلاقية قبل ما تكون قضية مهنية وقانونية. مشان هيك بدي همتك لحتى نلاقي حل لهي المشكلة الكبيرة. حاضر. قالوا الأخ كريم، طبعا مع احترامي إله، يعني اللي قالوا بتمنى ما يأثر على حدا فينا أطلاقا. إيه أخي هاني، ما هو الكل بده يجرب وما حدا بيتعلم إلا من كيسه. شباب، شو رأيكم تطلعوا بهالسماء وترجعوا للذكريات وكل واحد يحكي اللي عنده إياه؟ هلأ شباب، عسيرة السماء، معقول تكون السماء صافية عنا بالبلد مثل هون؟ لك شباب، ليك البلد شلفت حجر. ايه والله شلفت حجر. لا يا سيدي، وكم ساعة مشي؟ بما انه كم ساعة مشي، قوموا خلينا ننط ننزل على الشام شوي وبنرجع لهون. اخ يا زيد، واخ لو فيني هيك نط واجي فجأة بالحارة، ادفش باب البيت وفوت لعند الحجة، بوس ايديا واستسمحها، وفجأة اتخانق انا وياها على شي بطعمي وبلا طعمي، واكل من تحت ايديا اكلة كبة بلبنية، جيب لكم سكبي واجي. اذا نطيت انا بدي روح من هون عضي على عند امي، اكل من تحت دياتك قبل ما بدي اتقاتل انا وياها، اول شيء هي محسومه، اكل من بين دياتك اكله طيبه 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 كثير. طبعا شو ما كانت الطبخه رح تكون طيبه لانه من ديات امي. خلص افقع لي نقره ابو دين ضرب متي لانه مقلحم قلبي على المتي. بعدين جيب لي معي كم قرص شنجليش واجي لعند حضرات كله. شنجليش؟ اي والله شنجليش. وما عجبك شنجليش؟ بتعرف اذا بيطلع لك قرص شنجليش من بين ديات امي، بالله بيكون بيتك براس القلعه من فوق. هي طيب، تحب له الشنجليش؟ والله ينبلى بشرفي، انت بتفهم وبتعرف طعم التمه. ايه، انا لو ارجع على الدير ارجع لعند امي اكل ثروت بامي، اجيب لكم معاي كباب ديري وكليجه، ما راح اروح على الجسر المعلق
لأنهم هدموه. هلا صحي جهاد، إذا نطيت شو بتعمل؟ أنا إذا نطيت على الحارة بروح بخطف علا أول شيء، بعدين بمر لعند عمي أبو محروس بسلم عليه، بشوف فارس وجواد، وبمر لعند جمله باكل لي صحن فول بزيتاته، صحيح مثل زيت السيارات، بس يا أخي طيبين طيبين. أنا اسمعوا شو كنت عملت. هات لنشوف يا أبو الزود. كنت نزلت على حمص، زرت قبر أبي وأمي، بقرأ لهم الفاتحة، وبعدين بنزل على الشام، بروح على الجامع الأموي، بصلي ركعتين هنيك، وبتمشى بسوق الحميدية، وبشم هوا الشام وريحتها، بحمل حالي وبنط وبرجع لهون. لك يا شباب، على سيرة الشام، خلونا نقوم ننط، شو رأيكم؟ عسيرة النط. نطلع لراس الجبال واطلع الوادي واقول يا مرحبا نسم هوا بلادي، نسم هوا بلادي، آخ آخ يا يما. بدك شي تاني معلمتي؟ لا حبيبتي روحي. شو بك؟ مالل؟ بلا. طيب من وقت ما عرفتك وانت مالل؟ صح. طيب فضفض احكي، خير في شي؟ يعني خطيبتك مزعلتك؟ خطيبتي؟ الله يعينها لخطيبتي، خطيبتي مسكينة. طيب ليش ما تتزوج وترتاح وتجيب صبي يملي عليك حياتك؟ الله كريم. تعرف من يوم اللي عرفتك وانت شارد ومهموم، وما شاء الله لك اسم ومكانة بالدولة. اسم ومكانة بالدولة؟ ايه. لك بتعرف لك عصرية، المشكلة الناس بتفكر انه المحققين عم بيقصوا ذهب، هذا الكلام مو صح. يعني هلأ بدك تقنعني انه انت منتوف؟ اي والله والله ما بصدق انك منتوف. ليك اسمعي لقلك، بهذا البلد في فاسدين وفي حرامية كتير، وانا بعمل كل شي بيخطر على بالك، كل شي، بس ما مد ايدي على الحرام. لك دخيلك مشيها مثل ما عم بيمشيها غيرك. شرف يا بابا. هلا والله جميل. هلا، وين الحساب؟ هلا الدكتور. على عيني. اهلين. السلام عليكم. اهلين يا محروس. جميل. اه شبك مين عامل فيك هيك؟ لا لا ما في شيء، يعني ما في شيء، خناقه مع واحد، قصدي مع ستة سبعة. طيب خليني اخذك على الدكتور. لا عمي لا، ما في داعي. شلون ما في داعي؟ اسكت بقى حاج، بقى اسكت. انت شايف وشك كيف صاير؟ عمي ابو محروس الله يوفقك، تركني بحالي. جميل، انت ليش تنزلت عن حقك مشان فارس؟ عمي شو دخل فارس؟ قلنا لك خناقه ولا تزيد علي، الله يخليك. مثل ما بدك، خاطرك الله معك. اه مساء. اهلين. شلونك؟ ماشي، ناولني
بدي استشيرك بشغلي بما انك انت كبيرنا. يا طا عمرك شو بتستشيرني؟ تفضل احكي. هلا اذا بدي روح انا على بيت عمي عزيون يعني لازم ما اخذ معي شيء؟ لك ليش لهلا لسه ما رحت على بيت حماد واخذت بخاطره؟ لا يعني جماعه محزونين ما بدي لبكم غدا. ها لك انت اللي لازم تعمل الغدا يا كبير. الف بالله. وشو لازم اعمل يعني؟ يعني اعمل لك شي 50-60 كيلو صفيحة ووزعهم على روح المرحوم عمك. اوف وقديش هدول بتلحقهم؟ لحظة اذا قلنا سين ضرب اربعة يعني تقريبا 200 الف من طرف الجيبة. روح اشرب مي. قال بدي يفتح بيت. قال لك شو بني انا؟ اي والله انا احلى صهر. احترامي سيدي. سيدي جابوا لنا يا ضارب امه. تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون وقف هون. استناني. شو عملت قلت لي؟ ما عملت شيء سيدي. ما عملت شيء؟ ضربت امك؟ لا سيدي. لكان ليش جايبينك لهون؟ سيدي دفشتها. دفشتها؟ شو صار معها؟ وقعت وانكسرت ايدها. كسرت ايدها؟ كسرت ايدها؟ شو كسر غير ايدها؟ سيدي ولا شيء. في حدا بيضرب امه يا بني ادم؟ يا حمار في حدا بيضرب امه؟ الله يخزي الشيطان سيدي. الله يخزي الشيطان. بتعرف عندي انا اللي بيضرب امه شو بيعمل كمان؟ لا بيبيع وطنه. عندي اللي بيضرب امه بيبيع وطنه. سيدي غلطنا وما عدنا عيدها. غلطنا وما عدنا عيدها يعني مثل اولاد المدارس ما عدنا عيدها ما؟ يلا بسيطة. يا يا ناي نزلوا على ابو لهذا الحيوان اكتب في محضر سكيني شفرة حبوب اللي بدك اياه يلا بسرعة. راكد على بكرة مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشي يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد ولا في ضل على ما أنا ولا في يصير جديد لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد ولا في ضل على ما أنا ولا في يصير جديد ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه الحقيقة